معايا عبر الهاتف الآن الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. الله يبارك فيك كريم، دايما بكون سعيد بوجودي معاك، يعني مصداقية والواحد دايما بيستمتع بحواراتك. يعني رغم ان انا والله كنت ما بطلعش خالص، لكن انا معاك ما اقدرش اقول لا. يا فندم يا فندم، ده شرف شرف كبير ليا يا دكتور ايهاب. الله يبارك فيك، اشكرك عليه. ربنا يعزك. احكي لنا بقى ما حدث في تطور الساعات الاخيره ما بين احاديث كثيره حتى في بيان اتحاد الكره ان المدرب القادم اجنبي وفجاه مدرب مصري، وفجاه خبر سعيد بتولي الكابتن حسام حسن هذه المهمة. إيه اللي حصل في كواليس الساعات الأخيرة؟ خليني بس في البداية أبارك لكابتن حسام حسن، رمز كبير جدا في تاريخ الكرة المصرية كلاعب وكمدير فني. طبعا إن شاء الله بإذن الله أمل كبير جدا مع الكابتن حسام والكابتن إبراهيم، مع الإجماع الشعبي اللي موجود، اللي مع اتنين مصريين إن شاء الله إن احنا نحقق إنجازات لمنتخبنا خلال الفترة القادمة بإذن الله. عظيم. ما بين الأمس واليوم، عشان برضو أنا كنت طلعت واتكلمت، وبعض الناس قالت إن إيهاب الكومي طلع وأصر وقال مدير فني أجنبي، وكان تم تعيين كابتن محمد يوسف كمدرب عام. صحيح. في حاجات بتبقى داخل ترابيزة الاجتماعات اللي بره ما يعرفش عنها حاجة، وبالتالي يعني بيبقى في تكهنات كتيرة جدا، وده يتكلم وده يتكلم، ولو احنا قعدنا نحكي التفاصيل اللي بتحصل جوه ما ينفعش ان انا اطلع كل ما يقال داخل ترابيزه الاجتماعات. صحيح. اللي احنا نطلع نحكيه بالتفصيل. صحيح. لكن يعني باختصار شديد جدا، بعد خروج منتخب مصر من نهائي كاس الامم الافريقيه والاداء الباهت اللي ظهر عليه منتخبنا للاسف الشديد، كان في اتفاق من مجلس الاداره بعد مناقشه كافه التقارير الفنيه بعد عوده البعثه على توجيه الشكر لمستر فيتوريا على الفتره اللي قضاها مع المنتخب المصري. وهنا يعني كان في كلام ما بين مجلس الاداره، مدير فني اجنبي ولا مدير فني مصري؟ واللي اتكلم في المصري كان بيتكلم فيه الكابتن حسام حسن كاولويه، كابتن علي ماهر كجهاز موجود، عندنا عدد من الكباتن اللي موجودين في مصر اتكلمنا فيهم، لكن كان الاغلبيه ان احنا في الفتره الحاليه ممكن يكون الاتجاه الى الجهاز الفني الاجنبي، عشان في الفتره الاخيره يعني الاجهزه الفنيه المصريه مش عاوزين يعني ايه نعمل عليها اكتر من اللازم بعد كابتن ايهاب جلال باسمه وتاريخه مع الكابتن حسام البدري في الفتره اللي قضاها. فكان الاتجاه ان احنا نجيب مدير فني اجنبي، وكان بالاسم يعني الاولويه لمستر هيفر رينارد بتاريخه في القاره الافريقيه وانجازاته مع العديد من المنتخبات الافريقيه، كله الاولويه في حاله الاتفاق مع مدير فني اجنبي. وعشان كده كمان كان القرار بتعيين الكابتن محمد يوسف كمدرب عام مع الجهاز الفني الجديد، عشان في حاله عوده الدوري يوم بعد يوم الاحد ان شاء الله يبقى متابع للمباريات وبيعد التقرير للمدير الفني الجديد، لا سيما وان يعني ما كانش في اتصال مباشر بهيرف رينارد، ولكن يعني كان في استنباط ان تم او هو سمع ان ممكن يكون موجود في مصر والراجل رحب، فاحنا قلنا خلاص على بركه الله نبتدي نتكلم مع الراجل ده ونشوف ايه اللي ممكن نوصل معاه لانه يكون له الاولويه في استخدامه. ولكن يعني مع ابدائه الموافقه المبدئيه على وجوده في مصر، لكن قال انا مرتبط بتعاقد مع الاتحاد الفرنسي، مش ممكن اسيبه حاليا مع منتخب الكره النسائيه الا بعد الاولمبياد، وممكن ان انا يعني يكون المساعدين بتوعي موجودين لاداره المنتخب المصري. طبعا ده ما ينفعش، ان احنا عندنا مباراتين اتنين مهمتين جدا جدا في شهر 6 في اطار التصفيات المؤهله لكاس العالم، امام بوركينا فاسو في القاهره وامام غينيا بيساو، وبالتالي انا محتاج مدير فني كبير يكون موجود في المباراتين دولك، لان هم عنق الزجاجه في حاله ما احنا نجتازهم خلاص، وانت اول مجموعه بنسبه كبيره ان شاء الله بتكون وصلت او بتحط قدم في كاس. صح. العالم، وده حلم كل المصريين والحلم اللي بيراودنا يعني من فتره بعيده. صحيح. ففي لما ما وصلناش او الانباء اللي جت ان الراجل عاوز يجي بعد نهايه الاولمبياد وكده هيعد علينا مباراتين الاثنين، طيب الاجانب اللي موجودين لا عندنا بقى في الحاله دي ده كان له الاولويه، يبقى انا في الحاله دي لا اتجه الى الاجهزه الفنيه المصريه وعلى راس الكابتن حسام حسن. كان القرار من مجلس الاداره بالكامل بقولها مره ثانيه في الثقه الكامله في اثنين من نجوم مصر
على مدار تاريخ كرة القدم، سواء كان الكابتن حسام أو الكابتن إبراهيم حسن، وإعطاهم الفرصة الكاملة بعد كمان ما شفنا أن هناك إجماع والتفاف من معظم الشعب المصري على أن احنا نتجه إلى الاثنين الكبار كابتن حسام والكابتن إبراهيم، وهيبقى في التفاف في المدرجات وفي غيرهم، وهتبقى تجربة زي ما خدنا تجربة قبل كده المجال السابقة مع النجم الكبير والرمز الكبير الكابتن حسن شحاتة، ومن قبله طبعا العظيم الكابتن الراحل محمود الجوهري. فكان الاتفاق من الأمس والمداولات ما بين مجلس الإدارة على أن خلاص ندي الثقة للكابتن حسام والكابتن إبراهيم، وبالفعل اجتمع أستاذ جمال الدرندلي، أستاذ جمال علام، أستاذ خالد الدرندلي مع الكابتن إبراهيم والكابتن حسام، وكان النهاردة مجلس إدارة عقد في تمام الخامسة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وخلاص يعني صدر القرار بأن الكابتن حسام حسن إن شاء الله يصبح مديرا فنيا للمنتخب المصري مع إعطاءه كافة الصلاحيات في اختيار جهازه المعاون بالكامل عشان يقدر أن هو يكون في تناغم وفي تجانس ما بين الاثنين. طيب. الحته الاخيره فضل. بس برضه كريم فضل. فيما يتعلق بالكابتن محمد يوسف، كابتن محمد يوسف واحد من الناس الخلوقه المحترمه اللي اعطت كثيرا، يعني احنا شفناه مع النادي الاهلي بحقق بطوله رابطه الابطال في 13 والسوبر في 14، واحد من الرموز الكبيره جدا اللي بيكتمل لها كل تقدير وكل احترام. فطبعا الكابتن محمد اعتذر على التواجد، لان طبعا الكابتن محمد اذا كان في مدير فني اجنبي كبير كان ممكن يكون مدرب عام، وبالتالي احنا كالاتحاد المصري النهارده في الاجتماع اجمعنا كلنا على انه لابد ان يكون له دور داخل الاتحاد المصري في الفتره القادمه. احنا خدنا الكابتن علاء نبيل اسم كبير ايضا كمدير فني الاتحاد، فلابد من الاستفاده بالكابتن محمد يوسف ايضا في عمليه الرسم لتطوير الكره المصريه خلال الفتره القادمه من خلال مكانه داخل الاتحاد المصري لكره القدم. ده الامور ببساطه شديده جدا في مدار ما بين الامس وما بين اليوم، وانا تحت امرك فيصل. طيب.